أحد يقول هل أخذت المسيحية بعض العقائد الرسمية حيث أن فكرة الثالوث القدوس في المسيحية موجودة في عقيدة النصريين، بل يوجد أكثر من ثالوث أشهرها ثالوث أوزوريس وإيزيس وحورس. وفي الحقيقة قصة إيزيس وأوزوريس وحورس مش ثالوث، هم أربعة، الرابع بتاعهم ست، أوزوريس وإيزيس وحورس وست. كما إن في الديانة المصرية القديمة في عبادات كثيرة جدا، في رع وأمون وأتون وحتحور وفي حاجات تانية. دي نقطة تانية. النقطة التالتة، المسيحية ما بدأتش في مصر، ففكرة الثالوث أو عقيدة الثالوث كانت موجودة في فلسطين أولا في أورشليم، ثم امتدت لباقي البلاد وفي آسيا وفي أنطاكيا وفي أوروبا وفي تبشير بولس، فما كانتش مبنية على عقيدة مصرية، وإلا بقية البلاد دي فكرة المسيحية زي. مش كل ثلاثة نسميهم ثالوث. الثالوث في المسيحية هو ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، يعني الثلاثة واحد. حتى لو خدنا مثل إيزيس وأوزوريس وحورس، الثلاثة ما كانوش واحد، الثلاثة ما كانوش واحد. كمان الثالوث المسيحية الأقانيم الثلاثة متساوية في كل الصفات اللاهوتية، متساوية في الأزلية، متساوية في القدرة على كل شيء، متساوية في الوجود في كل مكان. وأي ثلاثة من الآلهة الوثنية مش ممكن تكون متساوية، فإيزيس وأوزوريس وحورس ما كانوش متساويين في العمر مثلا أو في الزمن، يعني إيزيس وأوزوريس ما كانوش هما الاثنين عمر واحد بالدقيقة، وابنهم حورس لا يساويهم طبعا ده جه بعد كده. ففي حاجات كثيرة مش كل ثلاثة تقول وثالوث، ناخد المسألة بعمق أكتر من كده. من ناحية إن الثالوث موجود في كل بلاد العالم مش في مصر فقط، من ناحية إن الديانات المصرية ما فيهاش ثلاثة بس، أحيانا يكونوا أكثر من أربعة وخمسة، ومن ناحية التساوي في الزمن والتساوي في القدرة. لا، على فكرة إذا وجد تشابه في أي نقطة من نقط مش معناها أن المسيحية أخذت عقيدتها من العقل المصري. وفي ناس دلوقتي في افتخارهم بمصريتهم يحاولوا يرجعوا كل حاجة لمصر. لا طبعا، احنا نحب مصر ونستخر بيها، لكن نتكلم عن الحق في التاريخ وفي العقيده.